بعد الدفاع الشرس ضد ما وصف بأنه استهداف سياسي للرئيس جو بايدن، يدرس البيت الأبيض ما إذا كان سينشر نص مقابلة الرئيس مع المستشار الخاص روبرت هير، الأمر الذي قد يؤدي إما إلى تبديد المخاوف بشأن عمر بايدن أو مضاعفتها. الحزب الديمقراطي يضغط لنشر النص على اعتبار أن قضية عمر الرئيس أصبحت الآن قضية سياسية رئيسية في حملة العام الحالي، وقد يكون هذا هو التحدي الأكبر الذي يواجهه في هزيمة مرشح الحزب الجمهوري المحتمل ترامب الذي يبلغ من العمر 77 عاماً. مستشارو بايدن من ناحية أخرى يرون أن تسليط الضوء أكثر على التقرير ربما يكون له تأثير سلبي على الرئيس وربما يؤدي إلى القضاء عليه سياسياً، على الرغم من تأكيدهم أن هير تجاوز حدوده وتقريره كان عبارة عن استهداف سياسي ليس إلا، خاصة وأن الكثير من المعلومات قديمة بالنظر إلى أنها تعود إلى الفترة التي كان فيها بايدن نائبا للرئيس، فالمقابلة امتدت على مدى 5 ساعات وتم إجراؤها بعد هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل، وهي النقطة التي أثارها الرئيس وفريقه مرارا وتكرارا.